الطيب مثل الخوي ما بعرف الخواه مردود النعم يبقى ورث العيال وانا ما كل العرب جوي على جواه لو الرياجيل تمدح طيب افعاله لو ما بقى في الجزيرة ضوى مع ضوه حرام ما جيه لو يعزم لمدهالة لأن التواضع فخر والمرجل اسموه ما كل راس نقدر ميلة عقاله الطيب مثل الخوي ما بعرف الخواه مردود أهل الفخر جعلهم دايم على القوة تاريخهم عز رجليا وخيالة واللي زمانه مضى تاريخهم شوه لا يزعج الناس مخرجه ومدخله لي نظرة بالخيال وعارف سحاب صادق خياله الطيب مثل الخوي ما بعرف الخواه مردود النعم يبقى ورث لعياله وعرفت من عاش في لتاوي الوه بلسانه اللي هرج بما ستر حاله شخص ذكر طيب هو شخص ذكر سواه والطيب يصعب على الرديان وامثاله والطيب يصعب على الرديان وامثاله والطيب يصعب على الرديان وامثاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم وصباحكم في كل مكان وفي كل زمان. أنا اليوم في ضيافة الشيخ بدر بن خضير القسامي العتيبي راعي العصلة مؤسس قرية البادرية في قريبة من محافظة عفيف، والآن أنا معي ابنه تركي ابن بدر بن خضير القسامي العتيبي، أبيه يقدم نبذة مختصرة تاريخية عن والده الله يحفظه ويطول في عمره. الوالد متجاوزنا 100 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يطول عمره ويمده بالصحة والعافية. مساك الله بالخير يا أبو بدر. يا هلا يا هلا والف هلا، والله يحييكم تحية المطر في محلكم الثاني. الله يبقيك، وحنا نتشرف بكم وبغيركم، والمحل هذا ما سوينا هلا الرجال اللي مثلكم وشرواكم. شرواكم الطيب، وحنا نتشرف بوجودنا في عندكم في ضيافتكم، وانتم صبيان عتيبه الهيله معروفين طول عمرك بالشجاعه والطيب. الله يحييكم، ذبحه الحايل للطمث. الله يحييكم تحيه الله. يشرف بالذات اني اجيكم الليله هنا في مكان وفي مجلس الوالد الله يحفظه ويخليه. الله يحييك، الله يحييك تحيه المطر. الله يحييك. قدمنا نبذة مختصرة عن والدك وعن تاريخية، يعني لأنه يمكن أنا ولا غيرنا نجهل بعض الأشياء، نبيك تقدمها لنا. صحيح. والدي الشيخ بدر بن خضير ومؤسس قرية البادرية اللي تقع غرب عن عفيف، محافظة عفيف، وأسس طال الله عمره، وهالحين والدي تقارب عمره ما بين 110 إلى 105، والحمد لله سيرته بين عتيبة وبين الأجناب طيبة، وغنيا عن شهادتنا وشهادة هذا، لأن سيرته هي اللي رافعته، وهو اللي بادلها بجهوده، والرجل اللي يبذل جهوده يلقى الشيء اللي بذله في حياته، والشيء هذا معروف لصاحب الشان
بدر بن خضير هو عم بندر بن سرور، وتربى بندر بن سرور معه من سنته الطفولة، لأن توفى عمي سرور وبندر صغير في السن، وبقى بندر معه لين صار رجال. وبندر عاد سرى في حياته هذه الطيبة، ومعروف في الخليج العربي ومعروف في كل مكان. وبندر بعد غني عن التعريف، وقصيدة طيب ونهجة طيب. والآن أنا أقول القصائد اللي من الأعوام الأخيرة عقب بندر والله أنها تنعاف، أقول هنا ولا علي من أي أحد، سمعنا قصيد كثير ولا ينقص في حقوق الرجال شيء، بس بندر علم. علم من إعلام عتيبة وفي الجزيرة كذلك العتبة. أنا رحت للكويت قالوا معروف، وإن رحت للأمارات قالوا معروف هك الشخص، وإن رحت لقطر كذلك، وإن رحت إلى العراق، وإن رحت في السعودية كذلك معروف بندر بن سرور، ومعروف على الخليج العربي والدول العربية الباقية. الله يجزاك خير. والدي شاعر كذلك، في من ضمن قصيده يقول جاني كتاب فيه تنظيم الأشعار من واحد يمناتك في عن يساره، إن كان تطري وقت فوقت بوار، أصبر على الدنيا بعزم جبارة، وإن زان وقتك جاب ساتين وانهار، وإن شاء الله وعديت راس المطار، وحذر من رفقة مقاييس الأشرار، والحر فيها الخبر والأشار، ومجلسك خله مع العز ويكار، وخلك مع إكار وأهل الوقار، اللي لهم في الطيبة منهج معبار، واللي لهم في الطيب وارث وتجارة، وقصر بالأساس لابد ينهار، وقصر بالعز تحرى دماره يعيش فيه البس والفار وثار، والحر ما يسكن جحر خبارة، وصلاة ربي عدد مطاف الأركان على نبي شرف الله مدار. والدي شاعر بعد كذلك، كله ديوانا عندي الآن، وقصيد مرادة بينه وبين ربعه ومع الأجناب، ومعروف كذلك. وأنا مثل ما قلت لك أسس الديرة البادرية قائمة هالحيد لها أكثر من 50 عام ما شاء الله، والحمد لله على عز ومعزة. والله شايفين ما شاء الله، وفيها خدمات حكومية وفيها كل شيء ما شاء الله. الله يجزاكم خير ويحييكم في أي وقت، وهذا الكلام اللي عندي. طبعا احنا مشاهدي الكرام جايين الزيارة هنا استكمالا لزيارتي اللي انا زرت فيها عبيد بن زايد الفريدي في القصيم، والبيت اللي يقول يا تل قلبي تلة عبيد الالهاف، تله ولد زايد بدار مخيفة، تله من البصرة يبي حد الاطراف، كب السهل ورقه راس الحتيفة. وجينا هنا على اساس انه برضه الشيخ بدر بن خضير راعي العصرة شاعر وراوي، وشاعر وراوي، وعم بندر بن سرور ومربيه عايش معه طول حياته. أنا أحذر جميع الإعلام وجميع الشعار إن شيء ينتموه إلى بندر بن سرور ينسمونه ويقول إن هذه البندر بن سرور وهي ما بله، سوف يعاقب من الدولة، وسوف يجيه رد منا حنا كذلك، لأن الشيء اللي ما هو بصحيح ما يصح. وفي أشياء يقولون أن البندر بسرور وهي غير البندر بسرور، وبندر غني عن الأشكال هذه اللي يتكلم من خلف الكواليس، وإذا وجهناهم قال لا أنا ما قلتها، ولا أنا ما انتميت الشيء هذا. الشيء المعروف أن نحذر جميع الشعار والإعلام ما يتعدون حدوده، يهرج مع نفسه ويقول أنا فلان ابن فلان، يجي يقابلنا يتكلم يقابلنا شخصيا، أما يتكلم من خلف الكواليس هذا ما نرضى بالشيء هذا ولا يرضى، وسوف يعاقب من الدولة بالحكم القانوني، وحنا مع ذلك سوف نرد عليه رد جامد. نعم صحيح. شكرا لك. بندر بن سرور الله يرحمه في غنى عن أن أحد ينسب له شيء مهبله، شعره معروف ومحفوظ ونهجه معروف واسلوبه معروف. وانا جيت هنا عند الشيخ بدر بن خضير، رجال مثل ما قال ابو بدر الان عمره فوق المية، ورجال اكيد بيفيدنا، وانا ما ابغى شيء، انا اهم شيء عندي الحقيقه ان القصيده هذه تنسب لصاحبها الحقيقي، اهم شيء عندي الحقيقه، مثل ما سويت في قصيده ممدوح بن عبد الله المرزوقي، دام البك يا ريم ما في تحريم يا عند سوى الله رخص الدعم الشيمه، وثبت فعلا انها ما بالبندر، ومن اخوه ضيف الله بن سرور القسامي العتيبي، الرجال يبلغ 83 سنه صحيح. وما شاء الله تبارك الرحمن جاء وحافظ القصيده، ومن يوم علمته بالبيت الاولى قال مهبل عمر
وبيض الله وجهه الرجال اللي يقول يبين الحق بندر غنيا يبين الحق نعم بندر غنيا عن الناس اللي بتنتهي. وانا مثل ما قال ابو بدر الان جاي عانم من جده وجاي هنا علشان ابحث عن الحقيقه وعلشان ما اتعدى حدودي واقول وانسب شيء البندر مهبله. على يميني معتق ابن صقر ابن خضير القسامي العتيبي او العطاوي العتيبي و معتق ابن اخي سرور ابو بندر بن سرور الشاعر المعروف العلم يعني سرور ابو بندر عم الرجال ذا ورجال يحفظ قصيد بندر بن سرور ويروي القصيد ويروي القصص وانا جاي زياره له هنا في منطقه في قريه البادريه في منطقه عفيف ونبغاه يعطينا من قصيد بندر اللي ما سمعه الجمهور ولا تناقله الاعلام ونبغاه يعطينا نبذه عنه بعد هو خواه وجلس معه ويعرفه ويعرف اموره كلها. مساك الله بالخير يا ابو صقر. يا مساء النور يا مرحبا يا مرحبا يا هلا شرفتنا الله يحييك. خذ المايك طال عمرك وعطنا من قصيد بندر بن سرور اللي ما سمعناه ولا طلع للجمهور قبل كذا وعطنا القصص اللي تعرفها عنه. بندر بن سرور تعرفونه وكل الشعب يعرفه رجالا معروفا عند البعيد والقريب عنده اولي عند ربعه معروف ومحبوب عند ربعه ومعروف عند اللي برا وعند الامراء عند امراء الجبال وعند معروف بندر ما معروف ما يحتاج نعرفه الله ما يحتاج نعرفه واللي نعرف من قصيده نعلمه به قصيده اللي يقول اللي فيها عبيد هذا اللي انا اعرفها اي نعم يروي لي دليل مسباق واحد من ربعنا نعم يقول حنا على حد الاردن وبندر راح يتمشى وجال على مرتفع وزان يوم جانا يقول حنا نصيد من الارانب موقفينها فاتره اي نعم ويوم جانا له ردنا القصيده اللي يقول لا والله يطول بل وقوه يعي يحمل خبيثه تجاره بفلوسنا يا عبيد ماشي معروف متى نجي يا عبيد مخاش مصاره يراتب من فوق صافة البلوفي مقعد بين الزيت الأمر حرارة فراق ما بين القلوب واللوفي فرد كما مبل السحايب غبارة هذا اللي نعرف منه. نعم طيب الحين فيه بيتين اللي يقول يا تل قلبي تلة عبيد للهاف تلة ولا زايد بدار المخيفة وحنا جايين علشان البيتين هذه حنا كنا البارح عند عبيد بن زايد الفريدي اللي مقصود في البيتين هذه في منطقة القصيم ولقينا عنده رجال اسمه ناصر بن دبيان الفريدي رجال فوق السبعين ويقول انه حاضر ان القصيدة هذه وان القصيدة هذه للشاعر ضيف الله ابن حويان الغيداني الحربي وقيلت في الكويت في مجلس مداعبة لابن عمه عبيد بن زايد الفريدي وهي مغربيتين يتل قلبي تلت عبيد للهاف تله ولد زايد بدار مخيفة تله من البصرة يبي حد الأطراف كب السهل ورقه رأس الحتيفة وأنا الآن يعني أبغى أسألك عن البيت هذا وأنت ابن عم بندر بن سرور وتحفظ قصيده وتحفظ سوالفه وتحفظ قصصه البيت هذا تنسبه أنت البندر بن سرور ولا تنفاه والله البيت هذا والله لاني بناسبه البندر ولاني بنافيه نعم. لا ادري يمكن البندر يمكن مهوبله الله اعلم هذا انا ما عندي خلفيه عنه ولا اعرف عنه البيت هذا الشيء لا سمعته قبل والله اعلم اجل خلاص عطنا من القصايد اللي انت حافظها البندر والقصص اللي انت حافظها والله بندر قصصه واجد ولا قصيده في الشعلان والله ورنس الشعلان اي نعم والله اني ماني بحافظها ورنس الشعلان رفي جله والله انا ماني بحافظ اي قصيده هذه ما اعلمكم اللي انا اعرفه من قصايده نعم الا قصيده تبغى من الغزل والله من اللي عاطنا نوع ايه من الغزل والاجتماعيات والمعاناه ايه؟ اللي كان يعانيها الله يرحمه ويسكن الجنه ايه الاول مجيه من الخيجه هو رفيد الزايد النيان ايه نعم وجد قال في زايد النيان قصايد واجد نعم وسمعنا انه اعطاه ارض هناك وانه بعد عطى جنسيه منصور يقول رحنا نتجنى رحنا ندوج رح قصيت والله ما لي بحافظها ما
يمكن اجيبها في اخر اللقاء. اي نعم. الا قصيد جاء عند بجاد ابو خشيم. اي نعم. وقال قصيدة غزلية بجاد ابو خشيم رفيز له. اي نعم. يقول يا بجاد لو صدفت غرف صدفنا على طلوع الصفوف ثاني اعدادي كانهم يصبون الذهب في شفايا والله بخده يزرعون الزبادي. هذا اللي نعرف منها. ويقول الثاني بعد يقول الله على مسكت خطات التماتيك اللي يروج لونس الضغط صالي يوصلك اللي توده ويغليك على اكبر غالي يوصلك غالي. هذا اللي نعرف من الابيات هذه. وايد قصايده بعد الثاني يقول يا وين بلقى من حبة التعاليل يبدي بزين القول والله بتديبه خطوه الواد يا ما قصت مهيل يشر عيوب الناس ما شاف عيبه ما شوق انه طيبات التماثيل مع شايب قد بين لك شيبه ما هو بشايب شيبن غرابيل عيد يزفيبه وعيد يجيبه هذا وانا شفت الوزو والغرابيل طوعت نفسي لي شفت الغليبه النفس طير والخطايا محابيل والناس روي الحديث تحكيبه احضر تصلي بالهدوم المسابيل واحضر تخاول لاش تابع نسيبه من شلون ما يقولون تاه فكرك تاه مصر نجيبه. هذا اللي نعرف منها. والله نصيحه طيبه. اي نعم. طيب قصايده في الشيوخ القبائل وفي الحكام وفي شيء تحفظ منها شيء؟ والله اني له قصيده في عبد العزيز طويله وطيبه في عبد العزيز الملك عبد العزيز. نعم. طيب نبيها كانك حفظ. يقول بعلمكم اللي نعرف منها والله اني محفوظ منها غربيات قليله. طيب. يقول ما يقدر الجوز هدى لطريف مشاركه بظن سب الحافي يقدر عليه حكم نجد بالسيف ودعم بغض الجباي ولافي تمشي على دربه جموع مراديف نون تنثروه والجو صافي يجدي الوقت الزبيدي بعد ريف. هذه اللي انا اعرف منها. والله هي طويله وزانه. طيب قصيته في الشيخ زايد بن هيان حقه الفلاحي. حقه الفلاحي. نعم. هذه والله اني محسنها زين. هذه الطويله اللي يقول واللي عجوز من ورا شط بغداد سمت على شيب الفلاحي ولدها تبغى يطلع مثل زايد ولا فاد ولا كل من هزد الطويله صعدها. شنو ما يقول يا شيخ يا رجلك على غير ميعاد من خوف روحي لا يجيها وعدها. طويله هي والله واجد قصايده. قصايده تذكر عطنا منها. وايد ولا وقصيته في تركيب الربع عام بعد بربع تركيب الربع بعد رفي جله خاص من دون العرب كلهم. الله الله اللي يقول اي لا مبداه والله نسيت مبداه ماري ها يقول يا سيف هذا العام ماني مرجوج رجت الايام غدرا وحيله تركي لي من الليالي غدا عوج حمل عتيبه كلها ما تشيله يرسيك مع من البواخر على الموج ومن هب الهوير ثكيله ما دام تركي حي ما ودي ادوج من غاب نزل نشرع السفينه. والله طويله هي والله اني ناسيها والله كنت حافظها. هذا اللي اعرف منها. ملوم عين تصفق بعض الاحيان شافت غرابيل الزمان الغريبة يا كثر ما شافت وقل الايمان بقلوب من قلوبه بشك ريبة من ينصح اللي يعتقد بكهان يشرك مع الله واحد ما يثيبه لو يصدق الكاهن طلع منه برهان وافتك نفسه من حدوث المصيبة لشك كذاب خذوا منك كذبان والله صدق اعلم غيبك وغيبه انصحك اللي رشك الشيب عميان وادي جهنم حادر مع شعيبه يطغيك زود المال والمال لقصان غايد بسوق السوليت غديبه لا تدعي بالمال رابح وخسران يفلجك من زينه عمل يدعيبه افطل كم تولي يوم الانسان في موقف ما ينفع المرء وجيبه للخير ميزان ولا الشر ميزان تكتم ملائك تسموت عديبه خذ لك نصيحه واحد شاف الاكوان جرب غرب الى الدهر من نصيبه من جهد الدنيا بالعروس ينحان يصرف سكه الزمن الرهيبه وانا الذي شفت له زي سليمان برد الشتاء والقضا كني لهيبه ولاني بهين النفس لو كنت جيعان ولا يدن على الكلب عقبة هزيبه والله لو كم تنقال ديان حقي غدا بهمان وين يجيبه لشرك ما يشرم على الجو شيهان قطع البحور ولا حياة الغليبة لشك لجت علي الناس قوم صدقان واخترت عنهم بعد ما مسن نجيبه ومخبلك لي تلتوي لك بجبان رجل من الجبال لا تلتويبه لا ساتن عرضك ولا قاضي انشان تكسب نزولك بعد وبدر رقيبة أبعد عن الجبال لو كنت عريان
ثوب من الجبال لا تكتسيبه، ويا رب تجعل لي من الذنب غفران، يا بارج الايوب مما بليبه. امين. هو وحنا وجميع اخواننا. امين امين. ابو صقر فيه قصيده البندر بن سرور قايلها في سديري، انت تحفظها؟ اي نعم احفظها. قولها لنا. القصيده موجهه للامير محمد الاحمد السديري، يقول يا راس بن حمره من الهجر سرسوح، سرسوح دين الخلا دربوها، تقرع كما يقرع على فرضها اللوح، طرات الا الباخره علقوها، تلفي على الليل الهمات نطوح، الى جا قالت انصار ابوها، ثم قلب وخلت ترى الخط مفتوح، والعاقبه للمتقين ورثوها، منهم اثنين قبل عصر النبي نوح، شرع البواخر بالبحور سجوها، طبوا بحر تسعين والكل سبوح، متوعدين القوع لين وصلوها، احد الربح روح واحد خسر روح، والله مع اللي كلمته قوموها. هذا اللي نعرف منها. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. مشاهدينا الكرام، في نهاية لقائنا هذا وزيارتي للشيخ بدر بن خضير راعي العصرة مؤسس قرية البادرية التابعة لمحافظة عفيف، مع أخويها معتق بن صقر بن خضير القسامي العتيبي، ومع أخويها تركي بن بدر بن خضير القسامي العتيبي، وكان ودي أسوي مقابلة مع الوالد الشيخ بدر بن خضير، لكن نظرا لظروفه الصحية ما قدرنا نسوي معه مقابلة. نتمنى له إن شاء الله الصحة والسلامة وطولة العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومع أنه هو شاعر وعنده ديوان الآن بصوره موجود عندي هنا مع أبو بدر، وسألناهم أيضا عن البيت المشهور اللي يقول يا تل قلبي تلت عبيد الهاف، واللي زرنا عبيد بن زايد الفريدي أمس علشانه في القصيم، والرجل طال عمرك ما يقدرون يظلمون، لا يقدرون يظلمون بندر بن سرور، ولا يقدرون يظلمون شاعرها اللي قالوا عنها الحروب البارح ضيف الله بن حويان الغيداني الحربي. أبو صقر يقول أول مرة يعني أسمع البيت هذا، ولا أعرفه من أول، ولا أقدر أنسبه لا البندر ولا لغيره. نعم. وابو بدر كذلك نفس الشيء. صحيح. وحنا كل ابونا مشوارنا دوره وحتنا جيتنا نبحث عن الحقيقه، نبغى ننسب الشيء لصاحبه. واهم شيء الحق يروح لصاحبه، ما نظلم احد ولا شيء. وانا تشرفت الليله بزيارتي لهم هنا في قريه البادريه، واتمنى ان شاء الله ان نلتقي فيهم مرات قادمه. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.